دانَت وزارة الخارجية القصف الصاروخي الذي شنته ميليشيا الحوثي الارهابية على حي سكني في مدينة مأرب بالجمهورية اليمنية الشقيقة القصف الصاروخي الذي شنه الحوثي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم نساء وأطفال في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكل القيم والمبادئ الأخلاقية واكدت وزاره الخارجيه تضامن مملكه البحرين مع الجمهوريه اليمنيه الشقيقه ودعمها لكافه الاجراءات والتدابير المتخذه ضد هذه الاعتداءات الاثمه التي تستهدف المدنيين والمناطق السكنيه داعيه المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات الحوثيه المتكرره التي تهدد الامن والاستقرار في المنطقه